هاد لي طابلو غزالين عندك، تبارك الله عليك. اوف، اش هاد الحد؟ كاين اللي كيعتبرها مال شونس، ولكن بالنسبة لي أنا العكس. حاجة صغيرة قد هكا قد تبدل لك بزاف الحياة، وكون ما طاحت ليش هذيك القطرة ديال الصبغة في صدرتي ما نكونش وصلت لهذا الشيء. أنا يوسف مريني، عندي 30 عام، كنسكن في مراكش. فاش مشيت هضرت مع الوالده قلت لها راه بغيت نخرج من الخدمه، راه غادي ندير واحد البروجي انا وواحد صاحبي وهذا. بدات كتقول لي لا راه انت راه الخدمه ديالك مزيان، وراه السالير ديالك ما كاينش اللي غادي يعطي ليك وهذا. كانت كنت صراحه، مي انا درت داكشي اللي حسيت به. قول لنا يوسف، كيفاش اعتبرتي هاد الصبغه اللي طاحت على السبرديله ديالك حظ سيء، وكيفاش غيرتي حياتك؟ وانا نقول بلاتي نشوف راه نكمل عليها كاع، كمل خرجات ما خرجاتش، خرجات خايبه بزاف ديغولاس. داكشي اللي كنت كنرسم في هذاك لو طابلو هو اللي جيت بغيت نطبق زعما في هذاك السبرديله، ولكن فاش كتجي كتشوف سنا اوكان رابور كاع. بديت كنرسم في الاحذيات، وكنت كنرسم في لي زيسباد غير داكشي، كنت غير بوغ لو بليزير. كان حتى داكشي في انستغرام وفيسبوك، و تري رابيدمون كان كيكون عندي ان روتور بوزيتيف من عند الناس. الأحذية كيخليو العمل ديالي يشوفوه كاع الناس، كاع في المدينة كاملة، في العالم كامل وكاع. وكيفاش حتى طورتي من الخدمة ديالك؟ درت دي بارتناريا مع واحد مع جوج ديال الشركات، مع جيب ومع ألفا روميو. وطلبوا مني ندير ان ديزاين في السبرديلات في الاحذيه، وانا فكرت ما كانوا بغاو ان تيم ديال لافونتور وهذا، ودرت لهم السبرديله على حسب لو تيم اللي كانوا بغاو. من الشكل ديال لافونتور خديت الفكره اللي غادي نطبق في هذاك السبرديله. هذا البارتنر اللي درت مع شركه ديال السيارات، ولكن ممكن بوتيتر ان جور ندير مع شركات نيت ديال السبرديلات، فهمتي، الشركات الكبار ديال السبرديلات، حيت انا كنخدم بواحد السبرديلات اللي معروفين بزاف في لاكولتور. وانت في بلاصتي شنو كنتي غادير؟